بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الاسبور، تحياتي للجميع، كيفكم شو اخباركم؟ منتخب سوريا للناشئين يحقق بطولة غرب اسيا، مثل ما وعدناكم دائما وابدا، دائما نحن ضيوفنا نجوم واساطير للكرة السورية. منتخبنا الناشئ اكيد افرحنا وبسطنا كثير، بطولة غرب اسيا للناشئين تحققت، واهم من هذا الشيء كلها تحققت على ايد مدرب سوري. معي من دمشق الكابتن فراس معسعس، تحياتي كابتن. تحياتي استاذ احمد حبيب قلبي، الله يسعد مساك وان شاء الله الف الف مبروك. وهذا اللي شيء اللي نحن بنراهن عليه، المدرب السوري قادر انه يصنع انجاز. تفضل كابتن. ومساك حبيب القلب، الف الحمد لله. اكيد هو انتصار لكل حدا سوري، نعم، انتصار كثير مهم، هو اعاده ثقه بالنفس للجمهور السوري، لاولادنا اللي هن مستقبل الكره السوريه ان شاء الله. اكيد البطوله كثير مهمه، كنا بحاجه فرحه. نعم، الحمد لله رب العالمين قدروا هدول الشباب الصغار يساووا هاي الفرحه اللي جت بتوقيت انا بعتبره كثير مهم، رغم انه نحن لهلا بنعتبر انه هي البطوله يعني بالاساس هي كانت تحضير للتصفيات الاسيويه، وهون هون النقطه الاهم انا برايي بهي البطوله. نعم كابتن، اليوم يعني نحن لعبنا مباريات كثير مهمه اليوم مع منتخب البحرين، قلبنا النتيجه، لعبنا مع منتخب السعوديه، لعبنا يعني مع الاردن، يعني كيف تهيئتوا استعدتوا لهي المباريات؟ ونحن كنا رايحين للمشاركه فقط، ما كنا رايحين ناخذ بطوله. لا انا بكل صراحه نفس الحكي اللي حكيته للاعبين، نحن كانت مباراه اوزبكستان او مباراه اوزبكستان اللي خسرناها 2-0 و5-1، هن نعم. كانوا محطه كثير مهمه بفتره الاعداد. نحن عرفنا حالنا وين، وكنا كانت هاي المحطه اكتشفتنا كثير اخطاء، وكان عندنا للامانه مشاكل كثير ظهرت بهي المباراه. وقدرنا يعني نوعا ما حاولنا بكل جهدنا من خلال التمارين، وخاصة التمارين البدنية وحتى الفنية، يعني احنا كان عندنا بمباراة اوزبكستان مشكلتين كانوا واضحتين، احنا بالعامل البدني كنا ما قادرين نواجه منتخبات بموضوع القوة بالذات وبالاجسام، ونحن بالمعسكر اللي بعد اوزبكستان اشتغلنا تقريبا معسكرين، معسكر اول كان 70-80% هو باتجاه العامل البدني، نعم. والمعسكر الثاني لا هو كان باتجاه الفني، ورحنا لبعدين لمعسكر بالسعوديه تقريبا كنا جاهزين بنسبه كثير مقبوله. هلا كان عندنا مبارتين بالسعوديه بسبب تاخر الفيز من السعوديه، نحن لعبنا مباراه واحده، نعم، تعادلنا بهدف لهدف مع المنتخب السعودي، كانت مباراه كمان كثير جيده للفريق خاصة بالشوط الثاني، الشوط الأول كنا خسرانين 1-0، الشوط الثاني عدلنا وكنا الطرف الأميز للأمانة. نعم. هلا وقت رحنا على البطولة نحن بصراحة كنا رايحين عرفانين، حتى بالمؤتمر الصحفي ببداية البطولة يعني سألنا شو هدفنا. أنا صرحت إنه هدفنا نلعب أكبر عدد مباريات ممكن، يعني نلعب 3 مباريات أو 4 مباريات، كلامي كان إنه نحن مهم نتأهل على الدور الثاني، يعني تتأهل على الدور الثاني لحتى تلعب 3 مباريات. وإذا الله كرمنا رح نطلع المباراة النهائية، معناتها أنت رح تلعب 4 مباريات. بقية الفرق للأمانة كان في فرق لا كان طموحها أكيد المنافسة والبطولة، خاصة الجانب اليمني العراقي السعودي، هني كانوا عم يصرحوا أنه هني بدهم ينافسوا وجايين البطولة بطموحهم باللقب، حتى المنتخب الأردني. وهذا حقهم، هني بيعرفوا إمكانياتهم وممكن يعني كانوا متوقعين أنه هني يكونوا البطل. نعم. للأمانة مثل ما الكل بيعرف مجموعتنا كانت مجموعة متوازنة، يعني ما لها مجموعة صعبة. ممكن في مجموعات كانت أصعب مثل مجموعة السعودية وعمان واليمن، نعم، هي كانت مجموعة الأصعب لأنه كانت البطل والوسيط بنفس المجموعة. نعم. للأمانة نحن بالمباراة الأولى بالشوط الأول قدمنا شوط كتير جيد، بينما بالشوط الثاني لا كان في تراجع بالمستوى وما قدمنا مثل ما كان إحنا راسمين لهذا واكيد كان درس انه نحن تعادلنا بالمباراه. مباراه البحرين حاولنا اراحه بعض اللاعبين خاصه بالشوط الاول، نعم، لانه نحن عارفين انه نحن رح نلعب بخمسه وبسبعه، انت عم تلعب يعني يوم راحه فقط. الحمد لله رب العالمين، بالشوط الثاني قدمنا يمكن اجمل اشواط البطوله،
اللاعبين قدموا شوط كتير مميز، تفوقنا بهدفين والله اكرمنا بالتاهل بغض النظر على القرارات اللي صدرت هي والمباراه شغاله يعني احنا بالمباراه شغاله، عرفنا انه بقلب الشوط الثاني انا عرفت انه نحن ما عاد فينا غير الفوز، بينما نحن لو متعادلين 1-1 وما طلعت القرارات نحن بطل مجموعه. الحمد لله رب العالمين، صارت مواجهتنا بنصف النهائي مع الفريق الاردني اللي هو رح نواجهه بالتصفيات بالمباراه الاولى، ولا نحن ولا هني كان حابين هاي المواجهه بصراحه. المباراه المنتخب الاردني ما كانت سهله ابدا، مباراه صعبه، ممكن احنا بلشنا بشكل خاطئ خاصه بحاله الهدف، كان في خطا كتير كبير من جانبنا. تلقينا هدف كتير سهل، مباراه كانت صعبه الحمد لله رب العالمين. مع بدايات الشوط الثاني يعني جبنا هدف التعادل والفريق رجع على لشخصيته مثل ما بيقولوا، قدم مباراه جيده كانت متكافئة لحد كثير بعيد. ضربات الترجيح مثل ما بيقولوا او ضربات الحظ مشان نكون واضحين وصريحين، نحن الحمد لله تفوقنا فيها. انا بعتبرها كان في شخصيه كثير مميزه للاعبين فيها. يعني نحن الخمس كرات الحارس المرمى ما قدر يتجه ولا كره بنفس الاتجاه. اللاعبين كانوا كتير متميزين حتى من قلب التمرين اللي قبل المباراة كانوا يعني بمنتهى الجدية عم ينفذوا، كان في شخصية. وصلنا للحظات الأخيرة مثل ما بيقولوا، للنقطة الأخيرة. في كان حديث مع اللاعبين أنه أنت البطولة ممكن ما تتكرر ولا ب15 سنة ولا ب10 سنين، ولا ما بتعرف إمتى بترجع لك هاي اللحظات. مزبوط. خلينا نسجل التاريخ باسمكم وتكونوا انتوا الابطال وما حدا بيتفوق عليكم بشيء. ونحن كنا بالسعوديه وقدرنا نتعادل مع المنتخب السعودي بمباراه كثير جيده كنا فيها، الحمد لله الكل شاف المباراه النهائيه، وبعتقد ان المباراه النهائيه كانت متكافئه لحد كثير كبير. رغم انه نحن تفوقنا مرتين وممكن كان في مبالغه بالرجع بعد الجول الثاني خاصه باخر وقت. ونحن بنتحمل مسؤوليه اكيد اكيد بالخط الدفاع. اكيد احنا لما رحنا لضربات الترجيح حكينا مع اللاعبين كلام واضح انه انتم اللي عليكم سويتوه واكثر من المتوقع، روحوا بكل اريحيه. وبعدين يعني الحمد لله رب العالمين، بده يكاتب رب العالمين بده يصير. المهم انت اديت ضميرك وسويت كل شيء نحن طالبينه منك، صفي الموضوع موضوع توفيق من رب العالمين، والحظ اكيد له دور. كابتن الحمد لله رب العالمين. البطولة كانت من نصيبنا أكيد، هي محطة كتير مهمة أكيد قبل التصفيات. كابتن الله يعطيك العافية طبعا وألف مبروك مرة تانية. تصريح لإلك بأحد مواقع التواصل بأنه لا حدا ينغرب البطولة كتير، يعني أنه نحن حققنا بطولة، نعم هي مهمة هي كذا، ولكن لم نتأهل إلى آسيا لحد الآن. هذا التصريح كتير مهم الكابتن شراس مع أساس أكيد. هلا نحن عم نتعامل مع عمر يعني عمر صغير، وبصراحه هدول الاولاد لازم دائما نضل عم توعيهم ودائما نضل قريب منهم لحتى نعرف حالنا نحن شو الهدف الرئيسي. الهدف الرئيسي هو التاهل لكاس اسيا. بطوله غرب اسيا هي محطه استعداديه للتصفيات. ما بدنا نحن الغرور والتعالي يركبنا مثل ما بيقولوا ويصير ده بداخلنا قبل ما نروح على التصفيات. نحن بعد شهر تقريبا شهر وخمس ايام رح نكون متواجدين بالتصفيات باول مباراه، رح نواجه المنتخب الاردني في مباراه اكيد صعبه. المنتخب عم يتحضر لهي المباراه بشكل كتير جيد. نحن تحضيرنا رح يبلش من بعد التكريم ان شاء الله، يوم الاثنين في تكريم للمنتخب، يوم الثلاثاء رح يبلش معسكرنا. هذا اللي حكيته انا هاي المقابلة. كتير كتير مهم بالنسبة للاعبين يفهموا ونرجع نحضر بشكل جيد، ونعتبر انه هي المحطة كانت ايجابية وما تكون سلبية او عامل ضغط علينا، بالعكس تحفزنا انه نحن قادرين نربح على اي منتخب ان كان منتخب الاردن ولا المنتخب الايراني. مباريات ما لها سهلة اكيد، ومجموعة ما لها سهلة مثل ما الكل بيعرف، نحن مجموعتنا الاصعب. ان شاء الله ان شاء الله نوصل. نحن ككادر علينا لازم نوصل فريقنا لهي المحطة لهذا التوقيت، منتخبنا جاهز ان شاء الله بنسبة 100% ان شاء الله. الله يوفقكم كابتن فراس، واكيد تستحقوا التكريم. ويعني
تصريحك عجبني كثير. مدرب حاصل على بطولة غرب آسيا من 2007، نحن غايبين عن هي البطولة أو بطولة غايبة عنا، ما أخذنا الحماس ورحنا عملنا عراضة ورحنا تصورنا ورحنا. تصريح واقعي من مدرب فهمان شو عم بيصير بكرة القدم السورية، فهمان المعاناة اللي عم عانيها الجمهور السوري. يعني بصراحة يمكن قلت لك انه ابني انبسط كتير بهالهدف والفوز والترجيح. منتخب الاول اخذ بطولة الهند، ولو معنويا منتخب سوريا للناشئين الاهم هو مستقبل سوريا، اخذ بطولة غرب اسيا. العين كابتن ونحن داعمين اكيد لك، العين الان على كأس اسيا، مجموعتنا صعبة كتير، ولكن بعد تصريحك اللي شفته انا بصراحة كأحمد الدلي كمتابع ومشجع ويعني محب للمنتخبات، بعد تصريحك ما في صعب على منتخب سوريا بصراحة. الإصرار والعزيمة ممكن نربح إيران، هونغ كونغ، كوريا الديمقراطية، الأردن. أول مباراة حتكون ب 19/10 مع الأردن وهي مفتاح التأهل، فيها نقول كابتن أكيد المباراة الأولى هي الأهم بالنسبة لنا، لأنه هي بتحط لنا مثل ما بقولوا الرجل الخطوة الأولى بشكل صح. بس تكون أنت خطوتك الأولى صحيحة إن شاء الله تمشي. أكيد المجموعة صعبة. أنا اللي بدي أقوله أنه نحن تحضيرنا هيبلش من بعد التكريم. بعد التكريم فورا تاني يوم رح نفهم اللاعبين أنه نحن تكرمنا لأنه عملنا إنجاز. هذا الإنجاز كان قبله في مجهود كتير عالي وتعب لحتى قدرنا نتكرم ونجيب نتائج إيجابية. وإذا نحن لا سمح الله استهترنا أو تعالينا أو نحسينا بنوع من الغرور، أكيد رح نتعاقب بتاريخ 19 الشهر القادم. لذلك نحن نسعى إن شاء الله أنه نكرر هاي الفرحة ونزيد إن شاء الله، لأنه شعبنا بيستاهل الفرحة بإذن الله تعالى. كابتن حيتبلشوا معسكر داخل دمشق أو تطلعوا بيعفور، لادقية، بيروت، الأردن، حتطلعوا معسكر برا سوريا ولا حتضلوا بسوريا؟ لا احنا عندنا معسكر بدبي، عندنا مبارتين بدبي مع المنتخب الإماراتي ب 28 و 30، بس رح نبلش بمعسكر داخلي بدمشق وبعدين اكيد رح نطلع على معسكر دبي. ممتاز كابتن. ممكن يكون في مبارتين مع منتخب خليجي تاني. ممكن نعرف الاسم كابتن؟ لسه ما توضحت الصوره بصراحه، ما صار. ممكن تجي لعنا على الكويت؟ ممكن تجي لعنا على الكويت؟ نتشرف أكيد، بس مو الكويت. يا رب الله يخلينا اياك يا رب. والجد الف مبروك حبيبي. اتمنى لكم التوفيق كابتن. اتمنى انه تستمر مع هذا المنتخب، اتمنى اقل ما هنالك 3-4 سنين. ان شاء الله بدنا نشوف منتخبنا الناشئ يذكرنا بمنتخبنا 2015 اللي وصل لكاس العالم ب اي ادي سوريه بمدرب سوري، هذا اللي احنا نطمح له بدنا اياه. ان شاء الله كابتن احييك للامانه من قلبي، بحيي وجودك ويعني استلامك المهمه رغم مصاعبها الكثيره من كل الجوانب، وانت بتفهم علي شو عم بحكي انا. تمام الله يوفقك، وكلمتك الاخيره للجمهور السوري كابتن. حبيب قلبي شكرا لك. شكرا حبيب قلبي. جمهور السوري مستنى كلمه من عندك كابتن، بدنا كلمه اخيره للجمهور السوري. والله هو مثل ما بقول هو اللاعب الاول بالنسبه لنا، هو المحفز الاول. ابتسامه وفرحه اللي شفناها عند الجمهور السوري بعد المباراه بصراحه نسيتنا، مو بس تعبنا، نسيتنا كل شيء، لانه بصراحه الاولاد نحن كل يوم كنا تقريبا الساعه 10-10:30 كنا نايمين. هاي الليله الوحيده اللي ضلوا سهرانين فيها للصبح لوقت طعنا وقررنا نفطر ونسافر على الشام. نعم كابتن فراس، أنا بحب أتشكرك وشكرا لقبولك، طبعا هذا شرف لإلي قبولك دعوتي على منصة الدلي سبورت. شكرا لرابطة مشجعي منتخب سوريا في الإمارات أحمد فداوي والشباب جميعا، شكرا لكم، يعطيكم العافية، عملتوا اللي عليكم، وهذا واجب على كل سوري يحضر ويتابع منتخب سوريا ويشجع منتخب سوريا. شكرا لكابتن فراس معسعي، شكرا لجميع الجهاز الفني والإداري واللاعبين، شكرا استاذ صلاح رمضان، شكرا اتحاد الكرة، يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله الفرحة الكبيرة بإذن الله بالتأهل لنهائيات كأس آسيا. تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.